مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. مبروك لجماهير النادي الأهلي في كل مكان ومشاهدي القناة داخل وخارج مصر التأهل إلى دور الثمانية وتخطي دوري المجموعات في دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع فريق الهلال السوداني على ملعبه ووسط جماهيره. وكان تعادل دايما بنقول التارجت أو هدف فريق النادي الأهلي في كل مباراة خارج أو داخل ملعبنا هي الفوز على أي منافس مهما كانت قوته الفنية أو قدراته أو خبراته. ولكن هذا التعادل تحديدا مع كل الضغوط والظروف اللي حضراتكم تابعتوها وعارفينها كانت بتسبق في الايام القليله اللي سبقت المباراه، وكانت ظروف غير عاديه لاسباب غير مبرره، هنتجاوز كل ده، احنا بنتكلم عن اللي جاي وبنركز على البطوله. كان التعادل بالنسبه لنا بطعم الفوز لان الاهلي كان افضل فنيا وكان هو بالفعل قاب قوسين او ادنى من إحراز المزيد من الأهداف ومن نهاية المباراة بالأهداف لصالحه وحسم الأمر كأول المجموعة. ولكن شفنا طبعا كل الملابسات خلال المباراة وما سبقها طبعا من ظروف غير عادية خلال الأيام القليلة السابقة اللي كانت طبعا مختلفة خالص عن ظروف المباراة الأولى. احنا دايما بنقول علاقتنا طيبة جدا بكل الشعوب الأفريقية، بنقدرهم كلهم بيكونوا في بلدهم التاني مصر. شفنا قد إيه المباراة الأولى اللي استضاف فيها النادي الأهلي صديقه فريق الهلال السوداني قد إيه كانت الأمور جيدة إداريا تنظيميا وجماهيريا وأمنيا كل شيء، وده اللي دايما بنقوله انه بيليق بالنادي الأهلي. وكان الاستضافة وكانت الأمور على قدر النادي الأهلي وعلى قدر بلدنا الجميلة والحبيبة والعظيمة مصر. بنتجاوز أي سحابة صيف وبنقول ان القادم أفضل، وان احنا دايما بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الكل يعي هذا الأمر، وان كرة القدم منافسة شريفة قوية فنيا، الكل بيستمتع بتشجيع الفريق اللي بيشجعه كل الجماهير في أي فرق بنتكلم عنها داخل أو خارج مصر في المسابقات أو المنافسات المحلية أو الدولية. هي في النهاية رياضة منافسة أمور فنية بتمتع الجماهير، المفترض أن يكون فيها بعد تام عن أي نوع من أنواع التطرف في الفكرة أو التعصب أو العنف أو الأمور اللي ملهاش علاقة بطبيعة وحقيقة وجوهر الرياضة وكرة القدم اللي المفترض أنها بتقرب الشعوب من بعضها. وده اللي بنتمنى يبقى موجود دايما وهو السائد في فكر كل الناس القائمين على إدارة الأمور في كل مباراة، الجماهير اللي بتستمتع بتشجيع فرقها. وإحنا بنقول ده دايما بنتمنى يكون دايما القدوة في جمهور النادي الأهلي وجماهير منتخب مصر في كل المسابقات المحلية والدولية. القادم أفضل إن شاء الله، استعداد النادي الأهلي دون النظر للمنافس اللي حيواجهه إن شاء الله في المباريات القادمة، المباريات أو الأدوار الإقصائية بدءا من الدور ربع النهائي أو دور الثمانية، قادرين بإذن الله على الاستمرار مع وفرة النجوم الموجودة، مع جهاز فني في منتهى القوة والكفاءة الفنية والخبرات في التعامل مع المباريات بإجماع الآراء، مع دعم كامل من القائمين على إدارة الأمور ومجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. وقد إيه كل الصفقات الجديدة بتمثل دعم وفارق إيجابي حقيقي لصالح الفريق ونقاط قوة جديدة تضيف لكتيبة النجوم الموجودة في صفوف الفريق الأول في النادي الأهلي. مبروك لحضراتكم لمشاهدينا لجماهيرنا مرة تانية، والقادم أفضل إن شاء الله، ونعود لتصدر المشهد أفريقيا وللتألق والصعود بإذن الله للمباراة النهائية والفوز بالبطولة، ومنها بإذن الله في حالة توفيقنا إن شاء الله في الفوز باللقب، منها إن شاء الله لنتألق من جديد والمشاركة من جديد بقوة وبشكل يليق بالنادي الأهلي واسم الكرة المصرية في المستقبل القريب بإذن الله من خلال كأس العالم للأندية. عندنا أكتر من خبر طبعا، هيبقى فيه تفاصيل كتيرة في مناقشتنا وفقرتنا التانية النهاردة مع الناقد الرياضي المتميز الأستاذ ممدوح فهمي، وهنتكلم معاه عن أمور كثيرة جدا تتعلق بالاستعدادات للمباريات الجاية واستئناف مسابقاتنا المحلية ومباراتنا القادمة في الدوري الممتاز أمام بيراميدز وكل ما يتعلق بالأمور الفنية السابقة في دوري المجموعات والمباراة الأخيرة بين الأهلي والهلال السوداني على ملعب الأخير. هنتكلم عن خبر مهم جدا بيصدره أو تغريدة لنجمنا شريف إكرامي، واحد من أفضل الحراس في تاريخ مصر وفي تاريخ النادي الأهلي، ونجل الحارس العملاق وحش أفريقيا الكابتن إكرامي. وهو غني عن التعريف شريف طبعا بإمكاناته الكبيرة وإسهاماته الكبيرة مع النادي الأهلي على مدار مواسم سابقة، كان فيها هو الحارس رقم واحد أو الأساسي في الفريقين، في منتخبنا الأول لكرة القدم وفي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. بيغرد على تويتر شريف إكرامي بيقول في تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيعلن عن نواياه أو رغبته في الرحيل مع نهاية الموسم أو مع نهاية الموسم يعني والانتقال، والتفكير في بعض العروض اللي ممكن يتلقاها في الفترة القادمة أو إمكانية أن يخوض تجربة تمثيل فريق آخر بخلاف النادي الأهلي. بيقول في البداية
أود أن أشكر مسؤولي النادي الأهلي سواء كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا، وكل التوفيق لهم فيما هو قادم من منافسات وبطولات. شكرا جزيلا لكل مدرب حراس مرمى. بيشكر شريف إكرامي النجم الكبير كل مدربي حراس المرمى وكل مدير فني تولى تدريبه، في سواء كان بيتكلم عن المنتخب أو النادي الأهلي، بيقول لكل مدرب حراس مرمى ولكل مدير فني تعاملت معاه ولعبت تحت إشرافه الفني دور وبصمة فنية وتأثير إيجابي على مستواي كحارس مرمى. لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت بيقول أنه كان بيحاول جاهدا السيطرة على رغبته، وهي رغبة طبعا محمودة ومشروعة عند أي لاعب عنده خبرات شريف إكرامي نجمنا الكبير في التواجد داخل الملعب، وأنه كان دائما أبدا عنده رغبة ملحة في العودة للمشاركة بصفة أساسية في المباريات محليا ودوليا. بيقول هذه الفترة ليست بالقصيرة، دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي كحارس مرمى أو لاعب كرة محترف، التزامي كامل مطبقا كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي الأهلي. وبيضيف صراع معنوي كبير أو صراع معنوي شديد أجبرني على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه، والفريق الذي لم أتخيل أن أحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا، ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتني على اتخاذ القرار. بيقول كمان ويضيف شريف إكرامي بعد مشوار امتد لأكثر من 23 سنة كناشئ ولاعب في الفريق الأول مع اقتراب نهاية تعاقده الحالي، بيقول أنه استخار ربنا سبحانه وتعالى، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي، والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة الحالي والمجلس الذي أكن له كل احترام وأحمل له كل احترام وتقدير لما استشعرته أيضا من حساسية الموقف تجاه هذا الملف، استمراره من عدمه، مشاركته كأساسي من عدمه، كل هذه الأمور كان بيحاول أن يرفع الحرج عن المسؤولين في النادي إداريا وفنيا، وبيتخذ هو المبادرة لإبداء رغبته في الانتقال أو خوض تجربة جديدة يشارك من خلالها كأساسي في فريق أو في نادي آخر من أندية كرة القدم في مصر. 23 عام اعتدت فيهم على تحمل المسؤولية داخل الملعب، فلا يوجد متعة في كرة القدم أكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها، حاملا شعار الأهلي، وظل هذا في خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر، منتظرا فرصة حقيقية، ولكن يوما تلو الآخر يصبح الواقع أكثر صعوبة. طبعا دي أمور بيمر بيها كل لاعب وكل حارس مرمى وكل نجم من نجوم كرة القدم أصحاب الخبرات على المستوى المحلي في مصر أو عالميا ودوليا في أي بلد وفي أي قارة، لأنه حصيلة الخبرات دي بتخلي اللاعب عنده طموح مشروع أنه يشارك. في نفس الوقت بندخل في عوامل المنافسة مع عناصر أخرى بتاخد المكان أو العجلة بتدور، وبيبقى فيه تبادل للأدوار، الأساسي بيبقى بديل في بعض المباريات الأخرى، البديل بيذهب في اتجاه الاعتزال مع التقدم في العمر، أمور طبعا متغيرة ولا يبقى شيء على حاله في أي شيء، وخاصة في كرة القدم أو أي حال لا يستمر إلى الأبد، كل الأمور متغيرة، وفي عالم الرياضة وكرة القدم التغير سريع جدا ودوران الأمور وعجلة الزمن باللاعبين والنجوم سريع جدا. عشان كده بنقول بنتمنى كل التوفيق، ما نعرفش الأمور هتسير في أي اتجاه، القرار هيكون طبعا شركاء فيه المسؤولين عن أمور كرة القدم، في كل شيء هيتخذ في حينه، لسه متبقي وقت طويل في عقد نجمنا شريف إكرامي، خلال هذه الفترة ما هي الحسابات الفنية اللي هتكون عند النادي الأهلي، القرار هيكون للمسؤولين في التخطيط لكرة القدم والجهاز الفني ورؤيته بشأن نجمنا حارس المرمى صاحب الخبرات الكبيرة كابتن شريف إكرامي، وأيضا رغبته هو نفسه كلاعب وحارس مرمى صاحب خبرات كبيرة، هل هيعيد حساباته، هل هيلاقي عروض تديله أو تحقق له هذا الهدف اللي بيسعى إليه، المشاركة من جديد وعدم البقاء على دكة البدلاء أو عدم البقاء كبديل في الفترة الجاية سواء في النادي الأهلي أو في نادي آخر، كل دي أمور سابق الحديث عنها، ولكن مبدئيا شريف بيتكلم بمنتهى الاحترام وبما هو معروف عنه ولائق باسمه واسم عائلته وجذوره الممتدة لسنوات وعقود طويلة داخل النادي الأهلي، وبالتأكيد نتمنى الأفضل لمصلحة الطرفين نجمنا الكبير شريف إكرامي وأيضا مصلحة النادي الأهلي والأمور الفنية في الفريق، كل دي حسابات ستحسم في المدى أو في الفترة الزمنية القادمة إن شاء الله، وأكيد بنتمنى الأفضل للنادي الأهلي الكيان الكبير ولكل نجومه ومنهم بالتأكيد نجم غالي وعزيز علينا جميعا وإسهاماته لا تحتاج إلى التعريف بها أو الحديث عنها، هو حارس المرمى المتميز الكابتن شريف إكرامي.
الأهلي بيعود اليوم عادة البعثة صباح اليوم الأحد من السودان بعد المباراة اللي أجريت بالأمس بين الأهلي والهلال السوداني وتخطي عقب الدوري المجموعات والتأهل لربع النهائي أو دور الثمانية. الأهلي يحصل على راحة اليوم، رؤية الجهاز الفني فضل حصول كل نجومنا على راحة سلبية اليوم واستئناف التدريبات غدا إن شاء الله استعدادا لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل. رامي ربيعة واحد من النجوم أصحاب الخبرة والمكاسب بعودته بعد فترة طويلة جدا قربت من السنة ونص تقريبا من مراحل العلاج والأزمة كانت اللي مر بيها وكانت إصابته متفاقمة وحصل على كل الرعاية والاهتمام المعروف من النادي الأهلي لأبنائه ونجومه وهو بالفعل مكسب سواء لمنتخب مصر أو للنادي الأهلي كواحد من العناصر القوية جدا في خط الدفاع ومنح للجمهور وللفريق والجهاز الفني ثقة كبيرة جدا كورقة دفاعية مهمة جدا وسط زملائه. احنا شايفين طبعا لقطات من وجود بعثة النادي الأهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب الأسطورة الأفريقية والكروية المصرية ورئيس مجلس إدارة النادي والكابتن سمير عدي والكابتن سيد عبد الحفيظ وكل من كانوا مصاحبين لبعثة الفريق هناك في السودان. طبعا كان في حفاوة في الاستقبال وفي تقدير لبعثة النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وقياداته ورموزه ونجومه، وبنقول إن هي دي الصورة اللي بنتكلم عنها الشكل الإيجابي دايما والعلاقات الطيبة اللي بتجمع مصر والرموز المصرية والأندية المصرية طبعا نظرائها في كل الدول الأفريقية ومنهم السودان الشقيق، وده اللي بنتجاوز بيه دايما أي أمور صغيرة أو أي تصرفات من البعض قد لا يعي طبيعة وجوهر المنافسة في كرة القدم. ده الشكل اللي احنا عارفينه، ده الشكل اللائق اللي بنستقبل بيه وبنحتفي بيه بكل ضيوفنا وكل المنافسات اللي بتكون على ملاعبنا في مصر واللي بنتمنى يبقى سائد دايما. أستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة ومجموعة من المسؤولين وقت العودة من الرحلة إلى السودان واستقبالهم، طبعا الكل سعيد والبسمة على الوجوه بعد تخطي دوري المجموعات اللي كانت الأمور فيه معقدة بنسبة كبيرة بعد بعض النتائج اللي كانت طبعا أقل من توقعاتنا في بعض المباريات، لكن تجاوزناها بحصيلة الخبرات الموجودة عند الجهاز الفني واللاعبين وبإجمالي عدد النقاط اللي تأهلنا بيه للمرحلة القادمة أو دور ربع النهائي ودور الثمانية. طبعا المشاهد واستقبال الفريق والأمور التنظيمية اللي دايما النادي الأهلي بيقدمها في أفضل شكل احترافي وأفضل شكل متعارف عليه عالميا لكل ضيوفنا واللي بنتمنى أنها تتطور وتبقى الأمور دايما بتدار بأفضل شكل في القارة الأفريقية فيما يتعلق بمنظومة التحكيم، إدارة المباريات، ملاعب التدريب، استقبال الفرق، الإقامة، التأمين، كل شيء، ودايما بيبقى فيه اتصالات وشفنا قد إيه كان فيه اهتمام وتواصل مع سفارتنا في السودان والسفير المصري في السودان للتواصل مع بعثة النادي الأهلي قبل السفر إلى هناك والتأكيد على كل الأمور التي تتعلق بتسهيل مهمة بعثتنا، الإقامة، ملاعب التدريب، التأمين، تنظيم الأمور، وده طبعا لحظة الوصول ولحظة العودة بالهدف تحقق قدرنا نصل إلى ما أردناه من خلال دوري المجموعات وتخطي هذا الدور للمباريات القادمة اللي هتلعب كلها بأسلوب مباريات الكؤوس لأنها مباريات في إجمالها في مباراتين مع كل منافس هتكون إقصائية سواء في دور الثمانية أو دور الأربعة أو في المباراة النهائية. الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ على الطيارة والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، والحمد لله طبعا المؤشرات كانت جيدة وعدنا بما أردنا أن نحققه من دوري المجموعات، وبالتأكيد زي ما قلنا لحضراتكم مرة تانية كانت الفرص والاستحواذ والخطورة على مرمى المنافس أقرب للنادي الأهلي وفي صالح النادي الأهلي في أغلب أوقات المباراة، وكنا قاب قوسين أو أدنى بأهداف شبه محققة لم تسجل وكانت ممكن تزيد من حصيلة نقاط هذه المباراة أو من أهدافنا وبالتالي كمان من الموقف وصدرتنا للمجموعة، وهو الأمر اللي كان الجمهور بيتكلم عنه بعض الأمور اللي يعني أثارت جدل في الشارع الكروي الأهلاوي والمصري بالأمس، لكن بنقول الحمد لله مش في حساباتنا. دايما النادي الأهلي بيفكر في كل المنافسين بنفس درجة الجدية والاهتمام، مش بيفكر دلوقتي في فكرة أول أو تاني مجموعة بقدر المواجهة والحسم في المباريات القادمة، وقادرين بإذن الله مع الخبرات الفنية الكبيرة الموجودة في الجهاز الفني وفي صفوف نجومنا في صفوف فريقنا الأول على التعامل مع أي منافس بأفضل شكل في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله، والتفوق فنيا والتأهل للمباراة النهائية بإذن الله وتحقيق أحلام جماهير النادي الأهلي. لسه الصور قدامنا ولقطات قدامنا من رحلة العودة إلى القاهرة. زي ما قلنا لحضراتكم بيستأنف الفريق تدريباته غدا، ورامي ربيعة بإجماع الآراء اللي بيعد من مكاسب الفريق عودته في هذه المرحلة لقيادة خط الدفاع بخبراته الكبيرة مع الفريق الأول في النادي الأهلي بيقول إن احنا حققنا الهدف. نعم كنا في موقف صعب قبل مواجهة الهلال الأخيرة ولكن دوافعنا كانت كبيرة للغاية ومن ثم حققنا هدفنا وحجزنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. وبيضيف نجمنا رامي ربيعة الكل يعلم تماما معدن لاعبي النادي الأهلي وطبيعتهم في المواقف الصعبة وكيف يتماسك الجميع ويكون الفريق على قلب رجل واحد.
وبيضيف كمان نجم خط الدفاع رامي ربيعة أنه قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة تحدثت عن الموقف الصعب اللي بنتواجد فيه بالمجموعة الثانية، وتحديدا بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم بطل زيمبابوي على ملعب الأخير. وأكدت وقتها، والكلام ما زال على لسان رامي ربيعة، أننا قادرين بعزيمتنا وخبراتنا وشخصية النادي الأهلي على الخروج من هذا المأزق أو الموقف الصعب، وهو ما حدث، ونحن الآن أصبحنا أحد المتأهلين لربع النهائي الأفريقي. وواصل مدافع الأهلي: لا نلتفت كثيرا لاسم المنافس في ربع النهائي، لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه، وهو حصد بطولة أفريقيا وإسعاد جماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، واللي بتنتظر عودة الأميرة الأفريقية لدولاب بطولات وإنجازات النادي الأهلي أو القلعة الحمراء. بيضيف أيضا: من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي سنعود لمواجهته في الأدوار التالية في نصف النهائي أو النهائي، ومن ثم نركز بالكامل على الانتصارات فقط دون النظر لمنافس أو آخر أو تفرقة في الحسابات بشأن منافس أو آخر. طبعا في حسابات فنية مش بيتكلم عنها هنا نجمنا رامي ربيعة، بيتكلم عن النادي الأهلي ما يهموش هيواجه مين، يهمه التركيز على كل مباراة، وكل مباراة وطبيعة أداء منافس طبعا بيكون لها حساباتها ورؤيتها الفنية حسب تكليفات الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر، وحسب الطريقة الأنسب لمواجهة والاستفادة من نقاط ضعف أو قصور، وأيضا مواجهة نقاط القوة عند كل منافس، اللي لهم طبعا الفرق اللي بنواجهها طرق مختلفة في الأداء في المباريات أو حسابات فنية مختلفة. وأتم ربيعة كلامه بيقول: الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، وفي الأهلي اعتدنا دائما على النظر للأمام واحترام جميع المنافسين سواء محليا أو أفريقيا، ولكن في النهاية الأهلي لن يتنازل عن حلم التتويج الأفريقي في النسخة الحالية من دوري الأبطال لإسعاد الجماهير الوفية، اللي دايما بنؤكد وبنعيد دايما ونكرر هذا الأمر إنه مش شعارات، بنقول دايما جمهور النادي الأهلي في كل مكان ودعمه للنادي الأهلي ومتابعة المباريات خارج مصر والمؤازرة في الاستادات داخل مصر اللي فريقنا أمام في المواجهات الدولية هو اللاعب رقم 1 و2 و3 في النادي الأهلي. أحمد فتحي طبعا اللاعب الكبير وصاحب الخبرات الكبيرة محليا ودوليا بيخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي غدا للتأكد من قدرته على المشاركة في التدريبات القادمة والانخراط في التدريبات اللي هتبدأ غدا إن شاء الله الاثنين، استعدادا للمباراة القادمة مع بيراميدز يوم الخميس المقبل، بعد ما كانت في بعض الشكاوى من إصابة في كحل القدم منعت اللاعب من المشاركة في أو حرمت اللاعب وحرمت أيضا الفريق من جهوده في مباراة الهلال السوداني، لكن في تحسن في مؤشرات، الجهاز الطبي بيقول المؤشرات في تحسن، وقد يتم تأكيد الأمر بإمكانية لحاق فتحي بالتدريبات والاستعداد وربما الدفع به في حالة رغبة الجهاز الفني في مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز. طبيب النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم، أيضا من المكاسب من الصفقات اللي قلنا أنها مميزة جدا فنيا. ياسر إبراهيم طبعا له دور كبير وبدأ يثبت أقدامه مع الفريق وفي خط الدفاع، هو محمود متولي من الإضافات الكبيرة مع النجوم الموجودين في خط دفاع النادي الأهلي. دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول في النادي الأهلي بيقول إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الأهلي والهلال، وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية على أن يتم التعامل الكامل طبيا أو خياطة الجرح في موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة، وفضل طبعا لبعض المعايير الطبية والصحية أن يخوض هذا الأمر أو يقوم بهذا الأمر الجهاز الطبي أو أي طبيب هينفذ هذا الأمر بعد العودة إلى القاهرة. ويستأنف الفريق زي ما قلنا لحضراتكم تدريباته غدا الاثنين استعدادا لمواجهة فريق الهلال. بكده بنصل لحضراتكم لختام فقرتنا الأولى، فقرة الأخبار في الأهلي الليلة، فاصل ونعود وعندنا أمور فنية كثيرة جدا ستكون هي نقاط رئيسية في حوارنا مع الناقد الرياضي الأستاذ ممدوح فهمي. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معاكم من خلال الأهلي ليلة، وفي بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الناقد الرياضي المتميز في صحيفة الأهرام الأستاذ ممدوح فهمي. مساء الخير، أهلا بيك وسعداء بوجود حضرتك معنا. ربنا يخليك، كل سنة طيب. ربنا يخليك حضرتك طيب. هبدأ قبل ما نتكلم، عندنا أمور فنية كتير جدا، الجمهور عايز يسمع طبعا آراء ضيوفنا في برامجنا المختلفة ومنهم حضرتك بشأن مباراة الأمس والتأهل على حساب الهلال السوداني وبعض الملابسات أو الظروف الاستثنائية اللي سبقت المباراة وكانت في الدقائق الأخيرة. خلينا بس نقف شوية مع الخبر الأول اللي بدأنا بيه حلقتنا النهاردة، ألا وهو ما أبداه
نجم حراسة المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وطبعا كان الحارس الأول خلال سنوات ماضية، وما زال من عناصر القوة في الفريق الأول. شريف إكرامي بيبدي رغبته في الانتقال لتجربة أخرى، وأنه يعني اكتفى بعامين جاهد فيهم بشدة والكلام على لسانه، رغبته في المشاركة والوجود داخل الملعب. رأي حضرتك؟ نبدأ حاجة الأول ماتش الهلال، ونبدأ بشريف إكرامي. شريف إكرامي حارس متميز، حارس عنده خبرات عالية جدا، قائد محترم للاعبين والفريق بامانه، يعني بيعرف يلم اللعيبه حواليه. انا كان في وجهه نظري ان هو كان ينتظر، لان انت في مرحله فاصله، يعني في مرحله بامانه ربنا محتاجه شويه من الهدوء. انت بتتكلم عن افريقيا، دوري ابطال افريقيا، وانت الكبير بتاع الناس دي، فالكبير لازم ما يجيش في الوقت ده ويقول الكلام ده، ما ينفعش خالص. يعني انا كنت اتمنى ان هو ينتظر حتى انتقالات صيفيه. انت مكمل مشوار، ما فيش شك ان قعده كابتن شيف على الدكه شيء مش كويس او بتاع، بس هي ظروف اللعب، هتلاقيها في اي حته في الدنيا، وحارس مرمى واحد أكيد هو اللي بيشارك وانت بتبني عليه. في ليفربول هتلاقي حياتك بيكا ألسن البرازيلي هو دوت، تلاقي مثلا في مانشستر هو حارس. لكن انت بتتكلم في ايه؟ انت الكابتن بتاع الناس دي، مطلوب الهدوء، ما ينفعش انا اطلع اقول امشي، ما ينفعش خالص، لا توقيته ولا زمنه مظبوط. ده تحفظ ايه؟ كابتن شريف إكرامي انا بحترمه جدا، وكتبت مره عنه مقاله في الاراء وزعل مني، وحتى الان اتقال زميلنا عبد الحكيم ابو علم ممدوح فاهم ماله ومالي، انا كان تحفظي عليه ان كان ليه اخطاء بسيطه، هو حارس مرمى متميز، لكن بينك انت بقيت الكبير بتاع اللعيبه، يبقى مطلوب الهدوء، مطلوب انت تحتوي تلم بحضرتك لغايه ما الدنيا تعدي والاهلي يتوج، وانت متوج وتستلم ان شاء الله ان شاء الله كاس افريقيا، ساعتها ممكن تقول تعالى. حضرتك هنا بتتكلم عن الصالح العام للفريق طبعا، علشان طبعًا الكلام ده ما يفتحش باب امام لاعبين اخرين يكونوا مهمين بس مش بيشاركوا لحسابات ثانيه في المرحله دي بالزبط، لكن قد نحتاج جهودهم فيما بعد. طبيعي فما يبقاش ده مدخل لحديث متكرر من اكتر من لاعب عن بعمل شرخ انا بعمل شرخ لا وقت ولا توقيت، انا داخل على دور 8 خرج نظام نوك اوت خروج مغلوب، على مكان دوري ان شاء الله ان شاء الله تقريبا شبه محسوم، عندي كاس، عندي بطولات كتيره، فانا بالتالي انا ككبير الاهلاويه دلوقتي في النادي كلاعب لا سامع هوس ما اتكلمش. سؤال تاني ممكن الناس تفكر بطريقه تانية يا استاذ ممدوح، حتى انا نفسي اعرف اذا كان الحسابات دي موجوده عند نجمنا شريف إكرامي ولا لا. فكره انه اي نادي بحجم النادي الاهلي وعنده طموحات النادي الاهلي انه ياخد كل بطوله يحصل على كل بطوله بيشارك فيها، تمام، هل اكتفي بحارس اساسي متالق في المرحله دي زي الشناوي وهو باجماع الاراء في افضل حالاته الفنيه والافضل على الاطلاق عليه، ام نحتاج الى ان يكون البديل الحارس الثاني والثالث كمان عشان وقت الاحتياج اليهم في حاله لا قدر الله اصابات او ايقاف اي ظروف تمنع الشناوي من المشاركه، ان يبقى البديل عندي حارس عنده خبره زي شريف إكرامي؟ بالظبط، هو الزمالك عانى الموسم اللي فات يا محمد، عانى من ايه؟ جنش اتطرد ومش عارف مين اتصاب ومش في الاخر اخر ماتش لعب تقريبا عرفش عمرو السعيد ولا عمر السعيد حد لعب حارس مرمى، فهل نحط ده نفسي في مكانه؟ هل مع احترام البديل لشريف الشناوي قادر يبقى عنده خبرات يقود الاهلي في المرحله دي؟ لا، ده نقطه من اول السطر دي. انا اعتقد كابتن شريف إكرامي انا اسف اهالي المعبد على دماغ الجميع في الوقت ده، انا طالع دور الثمانيه نوك اوت، عندي خروج مغلوب، هلاعب ربما مازيمبي الترجي ممكن اي ظروف تقوده انه يبقى موجود في الملعب بكامل تركيزه في الفتره دي، كابتن الشناوي يتعرض لإيقاف ده وارد، حارس مرمى بعد الشوط اتصاب هعمل ايه ساعتها؟ شريف إكرامي بتقله تاريخه باسمه لا يوزن في الاهلي، واعتقد انه عند جمهور الاهلي حاجه مهمه انه مطمئن ان عندنا الشناوي وعندنا عندي ظهر تاني يعني عندي حراس عندي اقدر اعتمد عليهم كلهم وانهم على درجات متقاربه جدا في المستوى، يعني انا بحكي هو يعني على الاقل كان يعني ايه يعني برجاء الصمت حتى نهايه البطوله ان شاء الله جت الفرصه تشارك اوكي، ما جاتش يا اخي لما تتوج في الاخر باذن الله، ما انت الكابتن هتشيل الكاس يعني في الحالتين انت المستفيد، فاستنى. لكن في التوقيت ده جاي تفتح ملف احنا بنحاول نلمه تجديد للرباعي وتجديد لكذا وتجديد لكذا والاهلي مش يعني هل بتتمنى يا استاذ ممدوح انه يتم ارجاء الحديث من اي نجم في الفريق تماما عن اي امور تتعلق بالتجديد من عدمه تماما او بالاستمرار من عدمه او رغبته في انتقال نادي اخر او البقاء مع النادي الاهلي الى ما بعد نهايه الارتباط؟ استاذ محمد هو احنا عاوزين دوري؟ الاهلي عاوز دوري؟ الاهلي شبع دوري يعني مع احترامي كده شرب دوري بالنسبه له خلاص خلص، انت بتكلم عن افريقيا، انت كل الناس بتتكلم عن افريقيا، انت في 2013 خدش البطوله مظبوط، ماتش كاس عالم الانديه، فانت التارجت بتاعك عالي، انت لو على الدوري مع احترامي اروح انا وسيادتك نضرب الاهلي سهله، الاهلي بيبان حاضر زي ما بيقولوا، اي حد ضرب ياخد الدوري وهو ماشي جنب النادي، لكن افريقيا لا محتاجه مدير فني فاهم، محتاجه لعيبه خبرات عاليه جدا، محتاجه منظومه تبقى فيها هدوء تماما، انت بتتكلم مستوى افريقيا تقدم يا استاذ محمد، انت بتتكلم مدى مازيمبي عامل ايه وميزانيته قد ايه، الترجي عامل ايه، النجم الساحلي عامل ايه، وبعد كله بيتحارب ليه؟ لان افريقيا ده بوابه ذهبيه، دوره كاس عالم انديه عندك فانت بتاخد فلوس، افريقيا بتاخد ميزانيه عاليه جدا جاهز عليه، ده كله هياخده هنا. هل حضرتك بتوجه دعوه لكل نجوم النادي الاهلي، كل من يشارك كل من لا يشارك،
البديل والاساسي انهم يكونوا على نفس درجه التركيز والتفكير في احتمالات احتياج الفريق لجهودهم في المرحله دي. أيوة. وان اي حديث عن اي شيء تعاقدي يبقى بعد نهايه البطوله الافريقيه. هو سيادتك حاليا نادي ليفربول بكل اللي عمله في الدوري ده هل يقدر حد يتكلم؟ حد ماشي يقول لك محمد صلاح ماشي ومش عارف وكذا؟ اللي يتكلم يتكلم. النادي جوه في هدوء، ما يطلعش لعيب من عنده وانا ماشي، ما ينفعش. ما بيلعبش يا فندم، ما يلعبش. ده روبرتسون الكابتن بتاعهم ما بيلعبش الشوط الثاني، الشوط الثاني وبحضرتك بينزلوا يوجن كلوب. ميلنر، اسف، ميلنر بيلعب الشوط الثاني واللعب. هل يقدر يتكلم ويمشي؟ خالص. انا عندي ميشن زي ما بيقولوا، عندي مهمه، عندي دوري انجليزي ما خدتوش فترة طويلة. عندي خصوصا ان كان مشكله فنيه حضراتكم، تقييم كتير من النقاد والمتخصصين والمدربين في السنين اللي فاتت كان ان الاهلي ناقصه ان تبقى دكه البدلاء جامده نفس مستوى الملعب. برافو عليك. ويبقى عندنا بلغه الكوره دكه بدلاء تقيله. ما هو ده اللي بيفرق معاك فده اللي موجود دلوقتي. فاحنا محتاجين ده سلاح للاهلي بالظبط كده. فانت تيجي النهارده تشيل من ده هنا واحد وتشيل من هنا حد، طب انا هفضي بقى. طب ان كيس لو حصل اي ظرف، لعيب بعد شهر صعب، لعيب بتوقف، هعمل ايه؟ انا كل التارجت بتاعي مش دوري، الدوري يا فندم خلاص. عموما انا على يقين ان دعوه حضرتك دي في محلها، وانه عشان بنحب الكابتن شريف طبعا كل يعني الناس. انا شريف حد محترم يعني، هو هنا المثال محترم عن اللي قاله طبعا نجمنا شريف اكرامي، لكن اعتقد ان كل اللاعبين هيفكروا بنفس المنطق اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي، انه هيتم ارجاء اي حديث لما بعد نهايه مشوارنا في البطوله الافريقيه، وان شاء الله تكون المشوار ده يكلل بالنجاح باذن الله تعالى. يا رب يا رب. ننتقل للبطوله الافريقيه، شايف ازاي مباراه الاهلي والهلال؟ نبدا فنيا وبعدين نتكلم عن اي امور تانية حضرتك عايز تتكلم عنها. الاهلي امبارح حقق المهمه 100% والطموح 50%. ايه المهمه؟ صعدنا دور الثمانيه. ايه الطموح؟ نبقى اول مجموعه. ده ما حصلش. ده حصلش بقى ليه؟ لان احنا للاسف احنا نازلين الملعب كنا هايلين، ماسكين الكوره بشكل محترم جدا ورايح للجون، والفريق الهلال انطفى قدامك. ليه حضرتك؟ هو قلقان منك، وبينه وبين حياتك التنس والتوتر اللي في الملعب والجماهير الكبيره وضغط العصب على اللعيبه خلت الهلال اوريدي قلقان منك. يعني واللي حصل قبل المباراه كان واللي حصل قبلها في تصعيد ملوش اي مبرر. تمام. والحمد لله ان كان في استجابه وتاكيدات من اشقائنا المسؤولين في السودان على انه اي حد بيخرج على القانون او بيتجاوز بيتم عقابه والتعامل معاه يعني بتجريم ما فعله لو كان في خروج على القانون او اي خروقات للقانون. يعني كان في شويه تصعيد ملوش اي مبرر. مظبوط. كنت مع الدكتور اشرف صبح انا قبل الماتش ده ب 40 ساعه، فقال لي عباره عجبتنا، قال لي ازاي نخاف على اولادنا وسط اهاليهم. صحيح صحيح. التعبير ده عجبني قوي. قلت له دكتور لا برافو على حضرتك بصراحه. قال لي ازاي دول اولاد، دول دي بلدنا ودول اولادنا، نخاف عليهم ازاي؟ فانت بتتكلم امبارح الاهلي عامل ماتش كويس قوي، يعني فايلر امبارح قرا الماتش بشكل رائع، مسيطر، ماسك كوره، رايح للجون. بس انت كانت مشكلتك ايه؟ ما بتترجمش دوت لجوان. جات لك كذا فرصه، شاف اكتر من فرصه هايل، هدف محقق بنسبه 80% بالظبط، ممكن نطلع 2 او 3 1 لينا. المشكله في ايه؟ المشكله الكبيره دي يا استاذ محمد الفرصه فيها ما بتجيكش تاني. انت بتتكلم على مواجهه الكبار، الكبار فيها الغلطه بجون، الغلطه في فرص، فانت جالك امبارح فرص. فالماتشات زي دي الكبيره سواء مع النجم، مع الترجي، مع مع مازيمبي، مع الفرق الكبيره دي، انت اداك الفرصه تخلص اي تهاون، انت بعد كده بتشيل. وده اللي حصل. انت اخر 10 دقايق احنا شبنا. انا الحكم مد ربع ساعه وقت زياده، وقت اضافي، انا بتعب بصراحه، ما انا متوتر جدا جدا. أي هدف ممكن يعني بعد الشوط، اي هدف كان ممكن يخرج الاهلي. فانت بتتكلم الاهلي امبارح عامل ماتش هايل جدا لغايه ما جه الجون بتاع الهلال. في نفس الوقت كان في فرص عندك كان ممكن تخلص بقى الماتش. انت مشكلتك لازم عندك حد يخلص، الماتشات الكبيره دي محتاج فيها تخلص. طيب هل مطلوب اكتر من ان الاهلي جدد واضاف لتعاقداته المميزه الكثيره في الفترتين اللي فاتوا الصيفيه والشتويه؟ مظبوط. اضاف اسمين مميزين جدا عندهم ارقام جداً. يعني كهربا واليو بادجي. اليو بادجي هل مطلوب منه دعم الفريق هجوميا مع الخاطر اصلا خلص اللي موجوده اللي كلها نجوم اكتر من كده؟ لا انا كنت هنا سيادتك يعني كنت مقال محترم اتفضلت مشكوره، كنت موجود هنا وقلت لهم الاهلي محتاج راس حربه بامانه. ليه؟ انت متخيل عاوز راس حربه هجام هجام زي اليو بادجي ما شاء الله، يعني طول وعرض وحاجه مفزعه وسرعات عاليه جدا ومهاره. ده 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 10 10 دي صفقة أنا بأمانة ربنا حاجة محترمة جدا. فأنت بتتكلم كل اللي فهمه دلوقتي إن لعيبة قدام الجون تخلص، يعني ما فيش داعي يا جماعة، الماتشات الكبيرة دي فيها تهاون، الفرصة تجيلك تخلص فيها، سواء حسين الشحات ما كانش موفق امبارح، مروان محسن برضه مش أحسن حالاته. تعليماتي اللعيبة بتاعتي قدام الجون يا جماعة نركز، زي ما أنا ورا بقفل وبقفل كويس جدا، لما تجيلي فرصة أو اتنين وبره أرضي مع فريق كبير شئنا وأبينا الهلال فريق كبير. طيب الجمهور مبسوط بدرجه طبعا، مبسوط بالصعود والتاهل، بس فنيا حتى كان في مطالبات الفتره اللي فاتت ان الاهلي يبقى اكثر شراسه فنيا وطموح فنيا في الفوز خارج ملعبه. صح بدانا بده، عملنا ده امبارح وكنا لينا السبق في التهديد. دي حقيقه.
هل احنا محتاجين نركز على ده اكتر؟ يعني الماتشات اللي جايه محتاجه ان ابدا ابادر بهدف، ولو تحقق احراز هدف ابدا افكر في الهدف الثاني خارج ملعبنا. صح، ده اللي بيحسم يا استاذ ممدوح. ده تمام. ليه بقى؟ حاليا زي ما يقول لك ايه، او حتى ما اقول الهجوم خير وسيله الدفاع. طول ما انت بتضغط على المنافس وبتخطفه بدري حياتك بتضمن تكسب. ليه؟ وانت على ملعبك ما تضمنش الظروف عامله ازاي. باد لك يبقى معاك، اوف داي يبقى معاك، حكم مش موفق معاك. لكن وانت بره لما بتجيب جون او باثنين انت نفسيا 50% صعدت نفسيا. تيجي بقى هنا ما توفقش، لكن على لكن انت حكايه انت تخسر بره فريق جون تبقى حسمت المشوار بنسبه 60% بالظبط، خلصت انتهت، والمنافس جاي لك وهو مكسور او ما صح، معنوياته قليله قوي قليله قوي. ده المينتاليتي حتى بتاع انديه اوروبا اللي هو بيقول لك ايه، انا بره ملعبي هعمل نتيجه احسن من جوه ملعبي. ليه؟ انا بره ملعبي جول اولا بجونين ده رقم واحد، ثانيا نفسيا بيجي لي المنافس وهو زي ما حضرتك قلت كده نفسيا قليل، فانا بضغط عليه زياده. لكن لو انا بره بعد الشهر بخسر بزياده كبيره، هاجي انا الضغط عليا انا، فالجا لده. فاللي عامله الاهلي امبارح مع الهلال في اول شوط وغايه الشوط الثاني ثلثين وحتى كان هايل جدا، تفكير محترم. نجم ماتش انت نجم الساحلي اللي خسرته كان فيه اخطاء، بلاتينيوم كان فيه ظروف، لكن هرجع اقول برضو الظروف بتاعت امبارح بتاعت الماتش. هو الجمهور قال كمان يعني بالظبط في مباراة النجم الساحلي الجمهور كان بيلتمس العذر للفريق ان في حالة طرد، وان الحكم ما كانش على ملعبه في تونس من اصحاب الحكم الكبيرة مع بلاتينيوم. الجمهور ما كانش راضي عن النتيجة لانه كان شايف ان الاهلي اقدر فنيا وبالخبرات. ما هو ده اللي تعبك ماتش بلاتينيوم. ماتش بلاتينيوم ده هو اللي قلب لك الدنيا. انت بلاتينيوم النقطة الوحيدة اللي خدها منك انت. يعني بلاتينيوم خد من الاهلي النقطة الوحيدة في وهو الثلاث نقط دول لو كنا خدنا الثلاث نقط من هناك في زيمبابوي كانوا فرقوا جدا. كان ماتش قلب بالنسبة لك تحصيل حاصل، أنت أول مجموعة، فأنت بتحط نفسك في موقف زي ده، لكن المرحلة الجاية لا، نوك أوت، خروج المغلوب، أنت مش متحمل، يعني أنت هتلعب الماتش الجاي بقى تشوف القرعة يوم الأربعاء إن شاء الله اللي الأربعاء الجاي ده، هنشوف هنلعب مع مين، لكن أنت بجميع المقاييس محتاج تبقى بره شرس أكتر من أنت جوه شرس. التدوير مستمر. تمام. لحد ما تخطينا دوري المجموعات في دور ال 16 في بطولة أفريقيا. تمام. إيه اللي جاي يا أستاذ ممدوح؟ هل بتعتقد إنه فايلر والجهاز المعاون هيواصل الاعتماد على نفس النتيجة طالما بتحقق الأهداف، ولا بتتمنى تشوف تثبيت اكتر لبعض العناصر او لشكل اساسي لتشكيل الفريق؟ فايلر بامانه انا معجب بيه جدا وطريقه تفكيره عجباني وتدويره حلو قوي، بس انا اتمنى في مباريات في لعيبه ما اقدرش استغنى عنها. يعني محترم مجدي قفشه الماتش اللي فات كنت انا محتاجه، مش اللي هو بتاع امبارح اللي قبليه بتاع النجم، كنت محتاجه جدا. مجدي قفشه كورته حلوه قوي ولعيب كويس قوي، رمانه ميزان في مستوى الملعب وحافظ مكان البلاي ميكر وحافظ مكان، انت كده جبت من الاخر حافظ المكان وتمريراتهم 10 10. فانت في لعيبه انا كمشجع او انا كواحد بتابع يهمني وجوده في الملعب. انت ليك رؤيه مختلفه، اديني البديل على نفس المستوى. كان واضح يعني انت زي مثلا مروان محسن انت مش مقتنع بيه او واتس ايفر، لكن عندي مثلا اليو بادجي، ابدا اليو بادجي مساحه، ادي كهربا مساحه. ليه؟ كهربا لعيب هداف بالفطره ودريبلر ودريبلر، برافو عليك، يعني واحد مع واحد هايل، يعني تحس ان هو يعني وانت قاعد كده لا هيخلص. محترمنا مروان محسن ما عندوش ده، مروان هيدرز رائع، راس حرب كويس، لكن طبيعه اداؤه اقرب لانه قناص مهاجم صريح، مش لاعب عنده المراوغه كتير، لكن كهربا وانا قاعد لا هيخلص لي. اليو بادجي ده بستايله لا لعيب جامد ومهاجم هداف. فانت انا بقول انت اوكي التدوير 10 10، بس لو هتشيل حد حط لي نفس الحد الثاني وقبل سيادتك بس نفس الكفاءه، يعني شيل لي مجدي قفشه لاي سبب سواء عقاب، بس اديني حد مكانه وانا قاعد يبقى قاري الملعب صح. هي انواع بقى، في لاعبين زي اليو بادجي ومروان محسن تمام ايا كانت درجه الاجاده، بس هو ده نوع. النوع الثاني اللي زي اجاي وكهرباء اللي هو بيقدر يلعب دور البلاي ميكر احيانا ومراوغ ويتحكم بالكوره، عنده كنترول ومهارات ويقدر يلعب راس حربه. برافو عليك. هي محيره العناصر اللي موجوده في الاهلي دلوقتي في الهجوم مديه وفره، واعتقد انها عامله حيره في الاختيار. ما انت محتاج تعمل ايه؟ انا محتاج اقول لك انا مروان محسن بقاله ماتشين ثلاثه مش موفق، انا شخصيا بقول لك وجهه نظري انا هنزل حد اجربه افضل، يعني انزل كهرباء مثلا سي من اول شوط الثاني ادي له مساحه، اليو بادجي الولد بامانه ربنا جاي وجاي كويس قوي كمان ادي له مساحه ابدا، يعني ادي له فترته. اجاي انا مقتنع بيه تماما، في اجماع في لعيب جامد قوي، لعيب انا ببقى كده يعني وانا قابلته في النادي الاهلي وقعدت مع عمر الاهرام، لا لعيب بيعجبني وانا قاعد كده في الملعب، يا يجيب جون يعمل تمريره رائعه يتحرك صح، لعيب في الملعب تحفه.
بس كمان في ميزه ان لغه الكوره يتقال عليه لعيب راسي بالظبط، بيتصرف الكوره على مهله، بيفكر كويس، مش متسرع، ما عندوش تسرع يعني، اعصابه هاديه حتى في الكوره بتبقى معاه، بيعرف يفكر ويتصرف كويس. برافو عليك. وما تقلقش والكوره معاه، هيباصي كويس، هيمرر كويس، هيشوط بشكل محترم، بياخد بوزيشنز رائع جدا، فعلى بعضه كده مكسب قال. طيب ما هو هل احنا بنفكر برضه في تشالنج، تحدي طول الوقت على الجهاز الفني وعيب عليه في الاختيار، لانه بيقيس على اللعيبه وهي بتلعب الدوري. تمام. الافضل بياخدوا الماتشات افريقيا الصعب. تمام. قبلها باسابيع قليله، الاسابيع اللي فاتت في المباريات الاخيره في الدوري مروان عامل مباريات كويس. تمام. وكان بدا يرجع للتهديف. تمام. وهدفين في مباراه واحده. مزبوط. فبدا ده بيخلي الجهاز الفني يبني طموح على حاله وجاهزيه اللاعب. حلو. احنا بس مشكلتنا في مصر اللاعب مستواه متغير شويه صح. هي بقى دي الكارثه بقى. دي كارثه. لكن انا بقول مروان مفترض، مروان على خبراته في منتخب او النادي الاهلي خلاص بقى المستوى نسبيا يثبت. مفترض انت النهارده انا وانا واقف هي مهمة راس الحرب ايه عندي؟ يا اجيب اجوان يبقى محطه، يا اما يبقى مساحه، احنا اتعلمنا كده. لكن انا ما بحسش وجودك في الملعب، لا مش هينفع. يعني انا بحك الولد بتاع الاهلي الجديد اللي هو اليو باجي لما نزل انا حسيت بيه بيتحرك وحش في الملعب ما شاء الله بيجري. كهربا لما نزل صحيح ضيع بس انا حسيت بيه. انا مرات ما حسيتش بيك. انا كمان انت لعبت زي مثلا شوت وشويه ما حسيتش بيه. يعني هنا حضرتك بتقول ان في لعيبه منهم مروان من وجهه نظرك عندهم افضل من كده، بتتمنى منهم افضل لان خبراتهم وامكاناتهم تسمح باداء افضل بكتير. انت لو انت بتمثل مين؟ وده من ثقتنا في قدراتهم من النادي الاهلي. الاهلي ده حاجه جامده جدا، خلي بالك مش مصر على افريقيا كمان. فالاهلي ده راس الحربه بتاعه ده يبقى وحش في الملعب. يعني جوان تحركات واضح من الكلام كله وبين سطورنا. حضرتك نفسك التشكيل يثبت بشكل اكتر في طول افريقيا، ولو شلت حد في الترس حطيه نفس الحد تاني زيه في نفس الترس نفس مستواه. يعني انا بتكلم على قفشه بصفه خاصه، ان الولد ده عاجبني قوي. هتشيل قفشه من الماتش حط لي نفس القفشه بس نفس المستوى. يعني ما تشيليش قفشه والاقي لعيب نازل اقل منه. البالانس بيبدا بتاع، ما هو خلاص هي اتحسمت الفتره اللي فاتت حتى في الدوري. اعتماد فايلر على مجدي قفشه بيبدا كاساسي، وفي بطوله افريقيا في 90% من المباريات هو بلاي ميكر الفريق، وفي حاله عدم وجوده في الملعب لاي سبب او عدم البدء بيه بيبقى جاي في المكان ده. ما هو يعني ده اللي كنا شايفينه في كل الماتشات اللي فاتت. انا معاك. انت في ماتش النجم ما لعبتش قفشه. انا كان في دروب عندي في خط الوسط، الفريق كان محترم، انت جبت جون صعب جدا وبصعوبه بتاع جايه، ما رحتش للجون كتير. يعني نجم الساحلي كان مزعج قوي، انت وانت برضه قلقان، مفيش حد عندك هجمات مزان في وسط الملعب. لكن بيكون لعيب ده زي ده بالمهارات دي ما شاء الله وكذا، انا عارف انه هيقل الملعب راس على عقب، كوره واحده هتوصل. لا وكمان لاعب بيقدر يجيب اجوان وما شاء الله عليه وهداف. فانت بتتكلم برضه في لعيب يعني لازم يبقى نفس التقل. انت بتتكلم في افريقيا، انت في الدوري بعيد، انت في الدوري بعيد خالص، انت في الدوري حته ثانيه بتديها في حته تانيه. لكن انت بتتكلم على افريقيا، الحاله الجايه محتاجه فول باور، محتاجه ناس جامده جدا، محتاجه لعيب تجيله الفرصه. هو لما بسمع الحديث ده من اي حد في جماهير النادي الاهلي في اي مكان يا استاذ ممدوح، لما كان بيقول عايزين دعم للفريق، وصلنا لمرحله اللي ما نقدرش نقول فيها الجمله دي حاليا، خلصت. انه تم دعم الفريق. لا 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 كل انا قلتها لحضرتك هنا. المميزه اللي ممكن تضاف للفريق. انا قلتها مع زميل عزيز امير، قلت له الاهلي محتاج راس حرب، فلقيته ربنا يكرمهم جابوا لنا اليو بيجي وجابوا كهرباء رائع. كان محتاج وسط ملعب عشان صالح جمعه كان بيتدلع، صالح جمعه ما كملش، جالنا قفشه رائع. فانت كده مفيش كلام تاني. وحتى في خط الدفاع لا بقى عندك كذا حد، عندك رامي ربيع وعندك ياسر ابراهيم وعندك ايمن اشرف، بقى عندك البدائل. بس انت بتتكلم محمود متولي ورامي ربيع وياسر ما شاء الله وايمن اشرف، فعندك وفره انت مش محتاج. بس المهم التوظيف صح رقم واحد، واللعيبه تبقى عندها سنس. انا عجبني الفايلر تدور ده في ايه؟ اللعيبه بينزل هو نفس اللي بقى جوه، مش بعيد فعبال ما يرجع ياخد وقت، لا لا خالص، الدنيا دايره كده. طب هل مؤشرات دفاعنا يعني الاهلي برضو عنده وفره او عنده تمايز او ميزه عن باقي المنافسين في بطوله افريقيا في عدد اللاعبين المميزين اللي عندهم موهبه او قدرات فرديه خاصه في خط الوسط المهاجم وفي خط الهجوم حاليا؟ مظبوط. في الدفاع كان قلق الناس الفتره اللي فاتت رغم ان العناصر بقت كويسه جدا وفيها وفره، رغم كان في اصابات طبعا مع الطلب بس تكتمل الصفوف. هل حضرتك شايف ان اداء الفريق دفاعيا خارج ملعبنا حاليا بيتطور؟ الاخطاء اللي شفناها في الموسمين ثلاثه اللي فاتوا بدانا نتلافاها او نتفاداها ولا لا؟ الارقام بتقول ايه؟ الاهلي اقوى خط هجوم والاهلي اقوى خط ايه؟ دفاع. بس خلاص هكمل بقى. ده المؤشر اللي نقيس عليه الامور. والله ما انا بيني وبين حضرتك ايه؟ لان هتبقى في بقى اراء وجهات نظر فنيه يحسمها الارقام. انا بتكلم حضرتك بايه؟ انت بتقول لي يا ممدوح كلمني اقول لك فات الارقام بتقول كذا كذا، صح؟ بس الارقام بتقول ده اقوى خط هجوم ما شاء الله وده اقوى خط دفاع ما شاء الله، يبقى انا ما عنديش مشكله. فيطلع بقى حد يقول لك اصل الاهلي عنده مشاكل، يا فات بقى في عنده مشاكل، بس المهم السكور عنده عامل ازاي؟ ترجمها لي الارقام. ماليش دعوه انا بيني وبين سيادتك الارقام، التاريخ بيقول ارقام. ده كلام علمي.
انا 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 دايما بحب دايما اتعامل مع حضرتك بايه؟ لغه الرقم. سيادتك راكب بتقول الاهلي خط هجوم بلس خط دفاع سامحوس محدش يتكلم تاني. طيب سمعنا طبعا وده رايي دايما كل عناصر الجهاز الفني كل المسؤولين في الاهلي وكل اللاعبين لما بنقول الاهلي ما بيفكرش هيواجه مين بيفكر كيف سيؤدي في المباراه القادمه. تمام تمام دي سمعة البطل. تمام لكن بيني وبينك يا استاذ ممدوح راجل اهلاوي وكناقد رياضي متميز عنده خبرات ربنا يخليه مازيمبي الترجي صن داونز هل بتتمنى المباريات الاقصائيه اللي جايه بعد القرعه دور الثمانيه او النهائي على نفس الدرجة تتمنى أي مواجهة منهم مع الأهلي ولا عندك أفضليات وترتيب لهم وليه؟ أقول لحضرتك شعارنا اللي أقعد البطولة يكسب أي فريق صحيح بس ده بينهم بعض بس على الملأ بقى أنا بعدني عن مازيمبي وبعدني عن الترجي لأن مازيمبي على ملعبه حاجة يعني تعرق الدم ما بيخسرش على ملعبه أرقامه حلوة جدا بقى له سنين ما بيخسرش يا فندم على ملعبه فأنا رايح للغربان هم الغربان لقبهم الغربان لما نواجه مازيمبي عشان نكسر القاعده دي ونعمل اصعب تحدي لينا هيتحمل الكلام ده يتحمل المسؤوليه دوت يبقى نهائي مبكر لو وفقنا هي هتبقى مباراه اسمها نهائي مبكر للبطوله فعلا حضرتك ما تفضلش مواجهته دلوقتي تفضل ارجاء عشان كمان مؤشرنا بيبقى صعودي فنيا لحد النهائي مازيمبي على ملعبه لا يعني لا معلش يعني الغربان فبيقعدوا بقى نعيك الغربان بقى وجمهور ابعد فريق حضرتك عايز تواجهه عايز تواجهه في النهائي لو كده في النهاية الحافز والمعنويات وبتاع وروح النادي الاهلي والدنيا وكل حاجه ما حد بقى انت لا ده بطوله بعده الترجي وصن داونز الترجي مشكلتي مع الترجي احنا كعبين عالي على الترجي بس انت في شمال افريقيا اخر بطولتين انت مش موفق فانا برضو اخشى من ده صن داونز صحيح خسر 5 مرات لكن احنا معاهم نقدر نتعامل لان اخطاء الماضي بتاعت لاسارتي لن تتكرر مع فايلر يعني استحاله استحاله ده على ضمان تاني اللي حصل السنه اللي فاتت مع صن داونز يتكرر تاني مش ممكن لكن الترجي احنا كمان الحقيقه بصرف النظر عنها كانت حاله مش داي اوف داي اوف في اسوء حالاته للاهلي ما قدمش كوره على الاطلاق في المباراه اللي كانت هناك خسرناها 5 وكانت شهاده يا جماعه الاراء لكن كمان احنا فريقنا اتغير احنا اضفنا فيه كتير برافو عليك كبيره جدا برافو عليك. لها تاثير على برافو عليك. فالترجي على ملعبه مزعج مع جمهوره مع الشد العصبي وحته شمال افريقيا بيقلقني الترجي اخر بطولتين مش موفقين معاهم لكن صن داونز بيقول كده بيلعب كوره انا ما قلقش من لعيب الكوره بعيد عن التوتر ما قلقش من ده انا رحت جنوب افريقيا كان بيلعبوا الزمالك هناك كسبوا 4-1 لا جمهورهم قليل وكل حاجه بس بيلعبوا كوره حتى منتخب جنوب افريقيا كده بيلعب مباريات مفتوحه بس ده انا كاهلي اقدر اتعامل مع ده لكن مازيمبي على ملعبه واو يعني حضرتك لو بتتمنى افضل سيناريو فنيا لمؤشر الاهلي الفني ان شاء الله الى النهائي في البطوله لو وفقنا في الاستمرار للمباراه النهائيه ونفوز بيها حضرتك بتتمنى نواجه الفرق بهذا الترتيب صن داونز ثم الترجي ثم مازيمبي ابعدني عن مازيمبي في دلوقتي لان هم بقول حاجة وانت انا قاعد بتفرج على الجماهير تزعل منك على هو مفهوم ليه وله منطقه بس ممكن الجمهور يزعل من حضرتك ده لانه يقول لك الاهلي ما بيفضلش فريق عن فريق في ما قلتش كده هي المساله حياتك ايه في فريق وانت قاعد تعرف تتعامل معاه دول عاملين زي الخرصه تعرف تتعامل معاهم مع ايه جامدين قوي على ملعبهم ما بيخسروش على ملعبهم فانا لو هعمل ده هناك وهم اساسا دور 8 ونوك اوت يعني محترم لا هم بيروحوا على الجون بشكل فظيع وانا مهما كان حضرتك بتتمنى المواجهه دي تبقى والاهلي في اعلى مؤشر له فنيا في انت كيرفك عالي قوي وصلت لاعلى حاله تعبئه نفسيه للنهائي بدليل حاجه انت امبارح ماتش الهلال مع احترامي ما قدرتش ترجم فرص تكل جوان فلما اقابل زي فريق زي ده ويضغط عليا مش هعرف اتعامل معاه لكن لو هو جالي هنا حتى هعرف اعوض لو قدر حصل سكور وانا بتكلم برضو في كده ليه؟ فريق في ملعبه بيصدر لك توتر بيصدر لك رعب ما خسرش على ملعبه يا جماعه انا نفسي برضو لاعيبتنا الكل يبقى مدرك بجد الحاله اللي احنا فيها حاليا ان احنا لو لعبنا بافضل شكل لينا احنا عندنا حاله فنيه او عدد نجوم في كل بوزيشن في الملعب في كل مركز افضل من كل الفرق اللي حضرتك بتشير اليها دلوقتي ده حقيقي عشان بنتكلم في قناه الاهلي عشان احنا اهلاويه بتكلم بالحسابات وده ما كنتش بقوله في المواسم اللي فاتت لان الفريق ما كانش مكتمل الصفوف بالشكل ده احنا عندنا عدد اللاعبين الدوليين اكتر مقارنه بالترجي تحديدا وصن داونز طبعا ما اعرفش كام لاعب من مازيمبي في منتخب بلدهم لكن عندنا وفره في النجوم قادرين بيها لو كنا موفقين في اي مباراه على تخطي الفرق دي وان احنا نبقى افضل منها فنيا انت بتتكلم على بقى ايه اتموسفير ملعب ظروف اقامه ظروف حكم حاله فريق في اليوم. حاله فريق مع فريق عنده استعداد يدوس على اي حد ملعبه انا كلام واضح على في ملعبهم في ملعبهم ملعبهم ده تحس ان هو متحجب يعني ما يخسروش
فده برضو بيزعجني. ارقامهم بتقول كده، ارقامهم حلوه جدا. بقول لحضرتك ما بيخسروش على ملعبه، فده مزعج على ملعبه. اكيد طاجي خسر على ملعبه، كل قاعده استثنائي يا استاذ. اتمنى ذلك، بس انا بتكلم في يمكن لما نكسب بره ملعبنا السنه دي في البطوله نكسب اصعب ماتش واصعب فريق على ملعبنا. انا بص ونفتكر اليوم ده. انا قلت لك على حضرتك في اي حاجه ان شاء الله نبقى موفقين. لو كنا في حالتنا عندنا اللعيبه اللي تقدر تحسم اي لقاء، بس يكونوا في التوب فورم بتاعك بس كده. كل لاعب بيلعب بروح النادي الاهلي وبيلعب زي ما احنا تعودنا من نجوم النادي. برافو عليك. انا بقول لك ايه، مازيمبي مازالي مشكلته في اجواء الملعب، في الجماهير اللي بتبقى متعطشه قوي، ضغط العصبي موجود، ضغط نفسي. ده هم الراجل رئيس النادي بتاعهم جايبهم طياره خاصه، توديهم هنا وتوديهم هنا، كل حاجه متوفره لهم. رئيس النادي بتاع رئيس النادي بتاعهم رئيس الاتحاد الافريقي خدوا المغرب عشان كان عامل جوله. يعني الناس دي على ملعبهم لا فظاع. فانا بقول لحضرتك انا وجهه نظري ترجع على ملعبه رغم الشراسه اقل حده، سان داونز ناس محترمين ومؤدبين هادين، ممكن تكسبه ممكن تعمل نتيجه كويس قوي، بيلعبوا كوره، مفيش ضغط عصبي، مفيش توتر، مفيش جمهور. لكن انت بتتكلم تصاعدي، لا خلينا مع مازيمبي حد يطلعه اي حاجه، طلعته اي حاجه. طيب يا خلاص حضرتك قلت انا بفضل مواجهه سان داونز في المباراه الجايه، هي هيبقى لها كمان طعم تاني لان الجمهور عايز يتفوق على الفريق ده، وعايز السنه اللي فاتت السيناريو ده يتم تعويضه فنيا، ان احنا النادي الاهلي يظهر قدراته اللي دايما كنا بنتفوق بيها على فرق افريقيا جنوب افريقيا. برافو عليك. سان داونز وكايزر تشيفز وكل الفرق اللي كنا بنواجهها قبل كده، اورلاندو بايرتس على ما برافو صح، كايزر تشيفز، اورلاندو بايرتس، كل الفرق دي الاهلي كان بيتفوق عليها في المواجهات مع فرق جنوب افريقيا سواء في الادوار دي او حتى في النهائي. فتكعبك عليهم اللي حصل فاتت مش هيتكرر، يعني مش هيتكرر، استحاله يتكرر مع المجموعه الكبيره الموجوده، مع مدير الفني المحترم الموجود. لا مش هيتكرر. طيب مطمئن لشكل اداره المباريات تحكيميا في الفتره الجايه؟ ايه اللي حضرتك عايز تقول لنجومنا ولاعبينا قبل الادوار الاقصائيه الجايه بدءا من دور الثمانيه او ربع النهائي عن التعامل بذكاء مع التحكيم؟ التحكيم في الكاف او في افريقيا مشكله. حتى رئيس الاتحاد الدولي في انفنتينو كان قال احمد التحكيم عندكم مشكله. ليه؟ انت بتتكلم في حكام برضو لسه عايشين في اجواء الماضي، اللي هو بيتاثر برضو بالملعب ويتاثر بلون البشره، حاجه غريبه. يعني انت في ماتش النجم الساحلي حكم البوتسواني حاله طرد وهدف ملغي، مش فاهمش ليه. فانت بتتكلم برضو في تحكيم محترم. انت بتتكلم بقى لعيبه الاهلي خبرات قدرات امكانيات، لا انت اذكى من كده. خلص الماتش ما تحتكش ما تعترضش بره. يعني ماتش حكم امبارح مطلع خمس انذارات منهم ثلاثه تبع لعيبه الاهلي، في يوم اثنين انا مش شايف فيهم اي حاجه. يعني انا ما اعرفش، يعني اعتقد منهم انذار بتاع خط الوسط بتاع الاهلي واسمه ايه؟ ولد اللي هو خط الوسط الاهلي جابه جديد اللي هو اللعيب المالي لعيب داخل ديانج. يعني ديانج واخد انذار، انا مش فاهم خد انذار ليه؟ لكن ايمن اشرف مش كده، ايمن اشرف انه احيانا بيندفع وكذا، لكن انت بتتكلم في التحكيم برضه عليه علامة استفهام. هو أيمن أشرف كمان سواء لاعب باك ليفت أو مساك، هو طبيعة أدائه فيها قوة شوية، شراسة شراسة، أحيانا بتسبب لنا فاولات أو إنذارات أو كروت لأيمن أشرف، اللي هو طبيعته فيها حماس وبيأثر على طريقة التحامه مع اللاعبين. ده مش مطلوب بحياتك في الفترة اللي جاية، أنت مطلوب من حياتك تكير جوه منطقة الجزاء بالذات، مطلوب حياتك تخلي بالك في أي اشتراك، أنت الإنذار معناه بعد كده مشكلة تانية في إيقاف. فلعيبة الأهلي مطلوبين بتعاملهم بخبراتهم في نقم الهدوء، وطالما انت مسيطر زي امبارح مش هتعمل كل حاجه في الكوره، مش محتاج تعمل فاولات، مش محتاج تضطر الا بقى طبعا تمنع هجمه خطيره، دي حاجه تانيه. لكن لعيبه الاهلي بخبراتهم بقدراتهم لا، التحكيم في افريقيا مش هيقدر معاك حاجه. لكن ما جيش تبقى انت راجع ورا 90 دقيقه او 80 دقيقه واتس ايفر الوقت وهي تقول لا اصل انا مش هعمل غلط وانت بتديك جزاء، استحاله. الحكم برده ما تزعلش مني في اهواء، عشان كده بقول لحضرتك انا مازيمبي خايف منه ليه؟ طخ 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 ضغط هوب، لا يقول لك ده ضرب الجزاء ما تعرفش جت منين. فانت بعيد عن ده، اضغط انت من وسط الملعب، امنع من منطقه وسط الملعب بتاعتك ان الكوره تيجي عند منطقه الجزاء بتاعتك انت، خليك في لعبك فنان، خلص الماتش من اي فرصه تجي لك. ليه؟ انت بتلعب دلوقتي مع الكبار، دلوقتي الثمانيه الكبار اللي وصلوا، صح ولا غلط؟ ما فيهاش بقى غلطه، الثمانيه الكبار هم اللي وصلوا، دول انت بتتعامل مع لعيبه محترفه جدا وفرق جامده جدا اسماء، لازم انت ايكوال ليهم، بالعكس ممكن تتفوق منهم بسجلك. الاهلي عندها خبرات كافيه جدا تعامل، التحكيم الافريقي لسه قدامه سنوات عشان يتظبط. الحاجه الوحيده الكويسه عملنا السنه دي حاجات النهائي يبقى في دوله محايده او في دوله التحدي، ده كويس. طيب يعني حضرتك عايز الامور تبقى فيها حذر شديد في التعامل مع التحكيم جداً. ان ما نديش فرصه لاي حكم عايز يتحامل على الاهلي في اي مباراه، وامور الحسم بقى اللي بتصعب الامور على اي حكم عايز يأثر على نتيجه ماتش، ان انا يبقى عندي طموح اني احرز هدف واثنين وثلاثه سواء داخل خارج ملعبي، عشان الغلطه ما تاثرش، عشان يوم ما الفريق الثاني يتجامل في الكوره
وده بيحصل، او يتلغي هدف سليم للاهلي، او ضربه حره يتجاب فيها فريق، او خطا غير مقصود من حكم، ما يبقاش مؤثر على نتيجه المباراه. بالظبط كده، 3-0 لا 3-1 بالظبط كده، مش هتفرق معاك. هي مشكلتك كانت ايه مع الترجي لما خسرت في النهائي 3-0؟ ان انت ما خلصتش. انت كان ممكن تخلص من مصر، من هنا من القاهره، او تخلص حتى هناك. فامنع ده كله، انت تتفوق، تمسك الكوره، مشي الماتش حسب ما انت عاوز. يعني دير الماتش. وانا بقول لك الجمله دي رجعت نفسي يا استاذ ممدوح، حتى 3-0 و3-1 للاهلي مع فريق دي ممكن تفرق في الاهداف. طبعا حتى الخطا من حكم واحنا كسبانين 3 ممكن يضر، ممكن يؤثر على فرص. عرفت بقى؟ لان في مباراه ثانيه، مباراه ثانيه. فانا بقولك كده، بقول لك انت ايه وانت بره ملعبك، خليك شرس واضغط وحاول تجيب جون واثنين، ما تبقاش متراجع، وحافظ على الشباك قد ما تقدر. لما تكسب 2-1 سيب بره، او حتى بعد تكسب 2-1 سهل تعوض 1-0، بس هات قاعد سجل. طيب هل احنا محتاجين ولا لا الامبريشن اللي عند اللعيبه نفسها، لعيبه الاهلي الجيل الحالي، يبقى مختلف عن المواسم اللي فاتت؟ ما انا مش عايز انطباع عند اي لاعب من نجومنا انه رايح ملعب اي فريق او اي منافس فالفريق ده اصله بيكسب على طول على ملعبه. انا عايز يبقى فاكر انه رايح باسم النادي الاهلي، وان برده زي ما انا رايح لفريق بيكسب على ملعبه هو هيستضيف النادي الاهلي. تمام. النادي الاهلي اللي اكتملت صفوفه بنجوم، لعيبه تقال جدا، قوية جدا. تمام. فانا نفسي اللعيب يبقى رايح، لان ده نص المكسب. برافو عليك. ده كلام يبقى مين؟ مدير فني وجهاز فني يقعد مع لعيبه، لان انت دخلت النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي ايه؟ نادي بطولات. طالما دخلت تبقى انت شربت الخلطه السحريه، يبقى انت جاي بطل، انت من افضل اللعيبه طالما النادي الاهلي اختار. خلصانه، انت الاهلي بطل، يبقى انت جاي ايه؟ نادي الابطال، يبقى انت لما تروح في اي حته انا بطل، بلعب بروح البطل، بلعب عشان عاوز بطوله، بلعب بروح المكسب. هو ده، لان انا كجهاز فني بتعامل ازاي؟ بلعب براس حربه، بضغط من وسط الملعب ولا بدافع؟ هي دي المشكله، ده تفكير المدير الفني. انت قصدك معلش البرازيل في اي برازيل؟ طبعا قياس مع الفارق، البرازيل في اي بتاع باي ماتش تعمل البرازيل؟ البرازيل في اي حته راح لعبها في كوكب المريخ بتعمل البرازيل مكسب، تكسب يعني البرازيل تكسب، ما فيش حل تاني. انت بتتفرج على البرازيل؟ اه البرازيل هتكسب يا عم، جبت منين لاعب ده تاريخ؟ يعني انا سالت مره مراسل في مجال السوبر اسمه ارنولد برازيلو، قلت له كل سنه تطلعوا لنا حد كده كيسه نيمار طالع، ما هو عندهم مكنه شغاله، يطلع لك باليه يخلص، يطلع لك زجالو يخلص، يطلع لك روماريو يخلص. متوقع القرعه هتطلع عكس رغبتك خالص. انا متوقع القرعه تودينا لموجه مزاج. ما انا بقول لحضرتك ربنا يستر. وان شاء الله انا ما عنديش القلق ده، لان القياس عندي على اداء لاعبين. انا عارف ان اللعيبه تقدر تتعامل مع اي فريق من دول، مع احترامي انهم مميزين وعندهم قدرات ومنهم منزامبي رائع على ملعبه زي ما حضرتك قلت وارقامه مميزه. تمام. بس عندي لعيبه تقدر تحسن، تقدر تتفوق لو لعبت زي ما احنا عارفين. الثلاث ماتشات الاهلي لعبهم في افريقيا بره ملعبه يقلقوني. كلام واضح؟ ما انا عمال اجيب لك كده واجيب لك كده. لا صريح، ما انا عاوز اقول لحضرتك كده. استارت من بدايه من ماتش نجم مرورا بالاخ بلاتيني، انتهى بالهلال، انا قلقان. ما هو انت ما اديتنيش الباور والثقه ان اقول لك اه هنكسر الدنيا. ما انا برضو خلينا نتكلم واقعي مع حضرتك. انا لو عملت بره نتائج عاليه جدا اقول لك اجري على رجل قابل اي حد دلوقتي، اطلب لنا الشاي بقى واحنا مطمنين. ما حصلش. انت بره الملعب مع احترامي لا، لسه الاداء مش على الملعب بدليل. طب اخر 10 دقايق بتوع النجم بتوع الهلال انا بقول لحضرتك كنت قاعد عمال اقرا قران. انت بتتكلم في ايه؟ قلت يا رب حلق حوش امنع. انا بقول بامانه انا قاعد بقى بتفرج مع اولادي امبارح، وليد ومازن قاعدين يا عيني. لا اللي بتقوله ده بصراحه يعني انا قعدت امبارح قاعدين كده، يعني في ايه؟ يعني في قلق وتوتر غير عادي. فانت بره الملعب ما اديتنيش ده. هو انت اديتني بره شكلي مطمئن وانا بقول لك بلاش زي ما زنبي. هل احنا بنبدا في بطوله افريقيا ماتشاتنا بره ملعبنا افضل مما بننهيها؟ يعني ما بنكملش وما بنعملش فينشنج للمباراه او كلوزنج للقاء بنفس درجه اجادتنا في بدايته؟ هي الكارثه عندك ان انت ايه؟ دايما عندك احساس بالغربه ان انت بره ملعبك. ان انت بره ملعبك، ان انت بعيد عن ملعبك. ايه ده الاحساس اللي بيوصل لك انت؟ الاحساس ده عند اللعيبه ما بتفهمش بيحصل ايه؟ يا جماعه انتوا يعني بتلعبوا في نفس البطوله بس احنا بره، احنا بره مصر. ده المنتاليتي بتاع اللعيبه عندك، لكن اللعيب عندك لازم يبقى عارف ان هو جوه مصر، بره مصر هو بطل. عموما احنا ان شاء الله نكون متفائلين، الجمهور على ثقه، عندنا وفره في النجوم، عندنا اضافات، مجلس اداره بذل جهد كبير جدا، وحضرتك قلت الصفقات اكتر من رائعه جدا جدا. باذن الله نقدر مؤشراتنا الفنيه تكون افضل كمان الله. عندنا ثقه في الشكل اللي ظهر بيه الفريق تحت قياده فايلر من بدايه الموسم سواء في الدوري او في بطوله افريقيا. ان شاء الله المؤشرات تكون افضل، يعني لو احنا نفسيا لاعبتنا قدرت تثق في قدراتها اكتر وتطبق المطلوب منها اكتر في المباريات الجايه بنفس درجه التركيز، بتهيالي هيكون ادائنا افضل كتير فنيا في المباريات الاقصائيه جدا جدا جدا.
جدا، لان انت عندك القدرات، عندك امكانيات، عندك الروح، وعندك اداره محترمه، عندك كاس فني. هي مباريات كؤوس خلاص، ما تقدرش مفهاش تسمع على اثنين. ما فيهاش دور الثمانيه، ما فيهاش بقى. باذن الله نبقى موفقين ونكون في الفاينل. انا متفائل، انا شخصيا الموسم ده متفائل بامانه. ليه؟ لان كل المؤشرات بتقول ان الاهلي السنه دي مختلف عن الموسم اللي فات. عندك عناصر محترمه جدا، عندك اوراق رابحه محترمه جدا، عندك لعيبه تخلص غير الموسم اللي فاتت. عند يعني محترمي ازارو طبعا، مش لو كان ازارو بيغيب كانت الدنيا بتقع. لا النهارده بقى عندي جاي، بقى عندي كهربا، بقى عندي باجي، لا عندي لعيبه. فده مهم، الاستاف عندك كويس باذن الله. يبقى الاداء على مستوى حجم التعاقدات والاسماء والنجوم الموجوده، على مستوى الجهاز الفني الرائع اللي تم التعاقد معاه، او الاضافات الكتيره اللي تمت للفريق، وكلها كانت فعلا اختيارات فنيه جيده. ده حقيقي، وده في فترتين الانتقالات اللي فاتوا وفي الفتره الحاليه. دي رؤيه فنيه كانت محترمه جدا، واداره محترمه جدا انها ما تاخرتش. ما دي التوليفه بتاعت النجاح. هو انت بتنجح ليه؟ الاداره بتفهم، عارفه بتعمل ايه، مع رؤيه فنيه محترمه بتجيب اللعيب في مكان خلاص. شكرا. في جهاز فني بقى بيدير الكلام ده كله. انت محتاج حاجه تاني؟ لا ما بجيبش من دماغي. اجواء التحكيم والكاف والامور الاداريه والتنظيميه وتعاملنا معاها دايما بقلق او حذر. احنا بنتمنى الافضل في اداره المباريات حتى تمنح الفرق حقوق متوازيه او متساويه، يعني تمام، تكافؤ فرص. في تسريبات اجتهادات بتقول انه فاطمه سامورا لن يجدد لها 6 شهور قادمه، ولكن ستواصل المهمه في الاشراف على الكاف من سويسرا. تعليقك ايه على الخبر؟ هو ده لازم يتعمل، لان للاسف الاتحاد الافريقي عنده مشاكل كتير قوي. واحمد احمد ما طلعش احسن من حياته. ما تحس كده الدنيا ما كانتش يعني حياته كان برضو يعني انا ما اعرفش. انا حياته قابلته مرتين، حاجه جميله جدا ما شاء الله، طول وحاجه معظمها. لكن احمد واضح ان لا خبرات ولا عارف يدير. كان في هاي اكسبكتيشنز في الاول انه هيبقى في شكل مختلف. ده احنا صبرت ليه الاخر من اول الاخر. طبعا ده مصر احد الاسباب كانت ناقصه جنبه. لكن للاسف برضو قله الخبره وارد جدا، عدم الالمام بكل الامور وارد. لكن حياته ده كان صعب. ولا في كواليس صعب تغييرها جوه الاتحاد الافريقي؟ يعني في مطبخ يتغير اسم رئيس الاتحاد، لكن تغيير اسم رئيس الاتحاد او شخصه مش كافي، لان لسه في عجله دايره بشكل معين في الاتحاد الافريقي. اللي بيجي بايه؟ بيجي بايه؟ برجالته. احمد جاب رجالته. يعني السكرتير العام اتغير، شاف امين الصندوق اتغير، كله اتغير. فانت جاي، هو جاي برجالته. لكن هل خبرات احمد زي حياته؟ استحاله. هل دماغ احمد زي حياته؟ لا. ده التاني كان وحش، التاني كان سهل، الكاميروني كان 10 10. تصريحات انفانتينو عن الفساد في التحكيم الافريقي، وحضرتك اشرت اليها في الحديث. ايه اللي مطلوب في الفتره الجايه؟ ازاي نحمي عقول الفرق علشان التحكيم ما يتسببش فيه تاثيرات فنيه على نتائج المباريات فيظلم اي فريق؟ سواء كنا بنتكلم عن الاهلي، طبعا هدفنا الاول هو حمايه حقوق النادي الاهلي في البطوله، او اي فريق اخر نتمنى او شكل البطوله. انت شكل البطوله بالظبط. التسائل اللي فاتت كانت بفضيحه في الترجي والوداد المغربي، لما الماتش فينا في فار وهنا مفيش فار، وقال لك هيتعادل الماتش، وخدنا حكم على الكاميرا دي، وده بيحصل. والمعدات ما وصلتش، الفار هي مش شغال، اصل هنا السلك اتقطع. ده من ضمن حديثنا، يعني خلينا نتكلم عن فرص الفرق وعداله التحكيم وحق الفرق اللي بتجتهد زي النادي الاهلي في الحصول على تكافؤ فرص في القرارات، عشان ما تتاثرش النتائج بقرارات فنيه عكسيه او خاطئه. تمام. في نفس الوقت دور تقنيه الفار في البطوله في التوقيت. طبق الفار، تعمل دور الثمانية، ابدا طبق الفار عشان تقطع الشك بالوكيل على اي حكم ممكن محترم يتلاعب او يجامل. لان الفار يعني انا لسه كنت فاكر ماتش توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي عندكم هنا، الفار حسب حاجات وبعد حاجات، يعني لا دي طرد بيستحق الشرط، لا ضربه جزاء. فالفار في اطار التحكيم الافريقي المتعثر والمتخبط لا ضروره. مش هل هو ملزم الحكم ولا لا؟ يعني في حكام احيانا بيتكلم بس مع المحكم الفيديو المساعد، الفيديو اسيستنت ريفري، وبياخد القرار. في حكم تاني بيطلع يشوف اللقطه اكتر من مره، في حكم بيخرج في المباراه اكتر من مره، وفي حكم تاني بيكتفي بالتواصل مع المساعد. تمام. هل الكلام ملزم ولا لا؟ وهل يؤثر على قرارات حكم فعلا وجود الفار حتى لو هو عنده رغبه في عدم الالتفات له؟ لا هو مش ملزم للحكم، بس الحكم عارف هو لو كان خطا تحكيمي فادح بيتجازى بعد كده، لان في لجنه حكام وفي مراقبين، ده بيتكتب. فده بيبقى عين على الحكم. لو انت ما خدتش نوع من الرقيب على الحكم، نوع من الرقيب على الحكم، لو انت ما خدتش ده بقرار الفار بناء على ايه؟ وبالتالي في عندي تقرير حكام ولجنه ومراقب، ده كله بيتحسب ليه. هو يعني بيمثل خط رقابه او خط رجعه للحكم قبل ما يرتكب اخطاء. بالظبط. يعني هقول لحضرتك، لو كان الفار موجود ومايكي انرامو جاب الجون بايده كان هيتحسب؟ لا طبعا. طيب لو كان الفار موجود ومحمد بن حنصل في 83 ما حسبش كوتوكو الكوره، كان الفار موجود ومارادونا جاب الجون بايده في كاس العالم؟ لا مارادونا ده حاجه ثانيه. كنت مش عايز الفار يلغي. لا مارادونا ده يعمل هو عاوزه،
مارادونا ده حكايه تانية. عموما هو بصرف النظر عن الهدف ده هو جاب بطوله فعلا بطوله كاس عالم لمنتخب بلده. مارادونا ده اجمل حدوته كرويه في العالم. انا متفق معاك تماما. يعني هتقول لي ميسي محترمنا مشجعي ميسي، وهتقول لي انا بعز بليه جدا وبحترمه جدا، لكن مارادونا ده لوحده حدوته تانية خالص، موضوع تاني خالص، ما جاش زيه وقدامنا لسه شويه، زي ما احنا ربنا يحمي قلنا محمد صلاح ما جاش زيه وقدامنا شويه كتير جدا شيء زيه. في لعيب كده بينور بينور في الملعب ويقعد في الطويل، فمارادونا يعمل هو عاوز، يجيب برجليه، يجيب بايديه، يجيب بدماغه. كاس عالم مع جيل كان متوسط من اللاعبين، هو فعلا خلاهم فريق كبير. ميسي عمل كده؟ لا ما قدرش. بس خلاص ما انت انا بقول لك ما تيجي تقارن اهلي باي فريق، انت يا عم افريقيا عملت ايه وانا عملت ايه؟ لا الاهلي كبير. هتدخل بقى في الجدل اللي بنسمعه دايما مع محبي ميسي وهم كتير، واحنا طبعا كلنا مجمعين على ان هو كريستيانو من افضل الحالات اللي جت في تاريخ الكوره او المواهب، بس في ناس بتقول ده ميسي ده حدوته مختلفه وبيلعب كوره غير اللي لعبها اي لاعب سابق او قادم. محترم. لا انا الفيصل بينه وبين خالص، الفيصل بينه وبين ايه؟ انت على المستوى الدولي عملت ايه مع منتخب بلدك؟ هو ده اللي يفرق. وصلتهم لفين؟ عملت معهم ايه؟ ما انت برشلونه جايبين لك من كل فيلم اغنيه، من كل نادي لعيب جامد جدا بيسند معاك، صح؟ ما اعرفش اسمه ايه دوت الولد اللي جابوه دوت جديد فين فريق ايه؟ في برشلونه، وعند باولو سواريز جنبه اللي هو بتاع اوروجواي، مش عارف يعني جنبه لعيبه جريزمان جنبه، فعنده مجموعه لعيبه بتخدم، صح؟ صح كده؟ انت بقى في المنتخب الارجنتين عملت ايه حضرتك؟ لكن مارادونا واو. لا طيب نهائي كاس عالم 90 و86 كاس عالم و90 وصل الفاينل وهو كان ضربة جزاء صحية صعبة جدا ورجع للمشاركة وضربة جزاء ظالمة بتاعت كاس العالم نهائي كاس عالم قدام ألمانيا، فانت بتتكلم في حدوته مختلفة، ده قماشة تانية خالص. طيب لا. نرجع للتحكيم الأفريقي، فكرة إن إنفانتينو بعمل تعاقدات احترافية جديدة ل 20 حكم من المتميزين في أفريقيا، هل بتعتبر حل مبدئي لأزمات التحكيم ولا لا؟ طبيعي طالما الاتحاد الدولي تدخل في الموضوع يبقى بيعمل لك كواليفيكيشن للناس اللي عندك. انا كاتحاد افريقي بقى فين؟ فين الدورات؟ فين المراقبه؟ فين المتابعه؟ واخبار سيادتك فين ان انا لو حكم اخطا اقول ده الحكم ده اخطا وعقوبته كذا؟ هو ده الكلام يتقال. انا ده دور اتحاد افريقي مش دور اتحاد الدولي، بس لما اتحاد الدولي حط مناخيره يبقى لازم هيشوف في حل، لان التحكيم خلي بال حضرتك ده اهم او عنصر اساسي من نجاح اللعبه او فشلها. ما الحكم لو ممتاز والماتش حتى 50% الماتش يقول لك ما الحكم ما حسناش بيه، الحكم لو الماتش 100% والحكم محترمي 50% يقول لك يا عم الماتش باظ. هي دي النقطة. ده حديث رئيس الاتحاد الدولي عن البدء في تطوير البنية التحتية لكرة القدم في أفريقيا. هل ده حضرتك شايفه كلام عام مطلق شعارات ولا ممكن يطبق وممكن يكون للاتحاد الدولي دور مهم ومؤثر في توجيه الاتحاد الأفريقي لتحقيق الهدف ده؟ الاتحاد الدولي دايما بيساند الدول الافريقيه وبيقدم مساعدات. مشروع الهدف اللي عندنا في اكتوبر سيادتك اللي هو هنا يعني في اكتوبر، الموضوع برضه دعم من الاتحاد الدولي. فالاتحاد الدولي دايما وابدا بيساعد الدول الافريقيه. ليه؟ هو يهمه نش اللعبه والنهوض بيها. ليه؟ باعتبار ان افريقيا بتمثل جزء مهم جدا من اللعبه. انت بتتكلم في 5 منتخبات افريقيه في كاس العالم، بتتكلم في افريقيا عندها لعيبه محترفين بره مكسرين الدنيا، فافريقيا بالنسبه له منجم ذهب. نشر اللعبه فيها وتطورها والنهوض بيها بيمثل جزء هام جدا من نجاح اللعبه. لكن النهارده انا تجاهلت كاتحاد دولي، طب ما افريقيا دي بتمثل لي مين؟ بتمثل لي محمد صلاح، ساديو ماني، وتريزيجيه، وبقيه الكتيبه المحترمه المحترفه بره. ما دول افريقيا، صح؟ افريقيا دي ايه؟ اللي هي بطل كاس العالم تحت 17 سنه. افريقيا دي ايه؟ اللي بمحترامي توصل كاس عالم وبتقدر توصل دول 4 زي ما غير عامل. فافريقيا هو يهمه افريقيا، بالعكس ده احنا بيهتم بافريقيا بشكل محترم عن بقيه قارات العالم زي استراليا او اسيا. راي حضرتك ايه يا استاذ ممدوح في تاجيل حتى الان اعلان البلد او الاستاد والملعب اللي هيستضيف نهائي دوري الابطال الافريقي؟ ما ده في اطار برضو التردد والايدي المرتعشه في الكاف. انت بتتكلم بقول حياته كان بيقول شمال يا جماعه كل شمال، يمين يا جماعه كل يمين. احمد ما عندوش ده، يا احمد ما عندوش ده. لكن في هل استادات مصر قريبه ولا لا، او هي الاقرب ولا لا؟ استاد القاهره من الحسابات دي هو موجود فين بعد النجاحات اللي حققناها تنظيميا وفي تطوير البنيه التحتيه والملاعب والاستادات والتامين وكل شيء اللي شفناه في كاس الامم الافريقيه ثم في كاس الامم للمنتخبات الاولمبيه؟ هما خايفين حياتك يختاروا مدينه فتبقى يوصل فيها حد يعني من الانديه المنتخب، بس ده لازم يحصل. يعني في اوروبا يقول لك ايه؟ يوصل فيها حد من الانديه؟ يعني انا مثلا كمصر يطلع مثلا ان شاء الله الاهلي مثلا، ومعاه مثلا يعني الزمالك مثلا يعني، فيقول لك لو قلت القاهره فيقول لك ده مختار القاهره عشان كذا. هم في اوروبا بيعملوا ايه؟ يقول لك سي مثلا مدريد هي اللي تستضيف البطوله، صعد بقى ريال مدريد مالوش علاقه، هيصعد اتلتيكو مدريد، اي حد بمدريد مالوش دعوه.
لكن هو عنده في الكاف قلم من دي. ليه؟ هو خايف، هو عاوز مدينه محايده. يا فندم مش هينفع، لازم تحدي من دلوقتي. هقول لك مثلا المغرب كذا، طلع بقى الوداد مع الاهلي ان شاء الله، طلع مثلا سي مع الاهلي، اي حد مع الاهلي مش قضيتي. انا بقى حددنا الملعب، انت حددت بقى. انا كاهلي وافقت، انا كاهلي ما اقدرش اتكلم. تتمنى النهائي يكون في القاهره؟ اه طبعا، الاعلان ده هيكون حافز اكتر لفريقنا ان شاء الله، وان شاء الله يكون الاهلي، وان شاء الله برضو مع الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله لا ده اه طبعا احنا بنتكلم عن البطولتين، دوري الابطال والكونفدراليه. اه يعني اتمنى يعني هو لو حد قال مثلا القاهره بعد النجاح ما شاء الله احنا عملناه في كاس افريقيا للكبار او حتى الاولمبياد تحت 23 سنه وتعمل ده عندك، لا انت العلامه الكامله لمصر كده، انت كده لا انت كده. بالعكس اعتقد انه كتطوير وبنيه وتجهيزات ملاعب احنا الاحق في افريقيا يا فندم. انت عملت نقله نوعيه غير مسبوقه في المنشات بتاعتك، سواء من ناحيه وزاره الشباب والرياضه اشرف صبحي او سواء ساحه الدوله، لا انت عملت نقله غير طبيعيه. القاسي والداني بيحلف بيك، والتتويج بتاعك ان 2021 عندك كاس عالم اليد فيها 32 منتخب اول مره تحصل. النسخه اللي بعد كده ثلاث دول بتنظمها كاس عالم اليد، والنسخه اللي قبل كده نظمها دولتين امريكا والدنمارك. فالتعامل ده شهاده لمصر على قدرتها على الاستضافه. انت بتتكلم في ايه؟ دي مصر بقى. فانت لما يجي عندك نهائي افريقيا يعني دوري الابطال او الكونفدراليه، لا انت مش بحد بيجاملك، ده حق مكتسب ليك. تفتكر ده هيحسم خلال قد ايه؟ اعلان ما اعتقد ممكن يعني لو في كلام يبقى في القرعه، يعني لو الكلام كده يبقى في القرعه الجايه دي. هقول لك والله النهائي في كذا، يعني انت بتتكلم في ثمان منتخبات دور 8 4 نهائي مش محتاجه. في الدقائق القليله المتبقيه من عمر اللقاء، شايف ازاي طريقه الشيفتنج المطلوبه من الجهاز الفني واللاعبين للتركيز سريعا مره ثانيه على ملف الدوري اللي احنا الحمد لله متصدرين ومتفوقين فيه حتى الان بالعلامه الكامله، ومباراتنا امام بيراميدز يوم الخميس المقبل ان شاء الله. ماتش بيراميدز ده مهم جدا، مهم جدا نفسيا ومعنويا وكل حاجه بامانه، لان طبعا بيراميدز الموسم اللي فات كان كعب على الاهلي، الاهلي ما كانش في حالته. فانت ماتش بيراميدز بالنسبه لك هو الكريمه بتاعت الانتصارات اللي فاتت، يعني مع احترامنا لكل الفرق اللي فاتت، تتويج لجهود الاهلي في الدوري من بدايه الموسم. الشطاره بقى تبان. احنا دلوقتي بنكلمنا الاهلي ما شاء الله علامه كامله في مباريات بيراميدز، ده بقى مفصل القضيه. انت بتلعب مدير فني محترم اسمه تيتي، مش عارف تشيتش كده على بعض كده، حد من كرواتيا مدير فني محترم مع موجود لعيبه محترمه. فانت الاهلي جديد هنعمل ايه بقى؟ ما حدش يقول اصل احنا بطلك، ده مرفوض. حد يقول اصل احنا لا، لانه كل مباراه بنكسبها بتعلي سقف طموحات الجمهور انه عايز مكسب في كل المباريات في الدوري. لا وبيراميدز بالذات لا، يعني اعمل يعني اتعادل مع اي فريق او اعمل الا بيراميدز علشان اللي حصل الموسم اللي فات، لان انت الموسم اللي فات خدت خبطتين ملوش اي لازمه من بيراميدز، فما ينفعش بقى. وكان كام ده في الكاس كمان، فانت لا صعب، خصوصا ان بعض المباريات دي احنا بدانا فيها بالتهديف، كنا متفوقين 1-0 في الشوط الاول، والنادي الاهلي متعود انه بيكمل المباراه متفوق فيها. برافو عليك، بدا بالتهديف. فانت بيراميدز ده مواجهه انا بعتبرها تقيل على مواجهه الزمالك. بالنسبه للدوري انت ماشي فيك كويس قوي، ابدا بس فعل الاوراق اللي عندك، كهربا اليوباجي، ابدا اديهم فرصهم، لان هم بالنسبه لك بيمثلوا تقل على الدفاع اللي قدامك. لما يعني يكون المهاجم عندك شرس وبالبلدي كده هجام، يعني باجو اجبس بيفكرني برونالدو بتاع البرازيل بتاع زمان. اكيد هيبقى في حماس لانه لجنه التخطيط يعني وفايلر والرؤيه الفنيه في اختياره وامكانياته والاهداف اللي شفناها له في مبارياته اللي فاتت قبل وجوده في النادي الاهلي. تمام، بتشجع كلها الاتجاه ده مشاركته الفتره الجايه. برافو عليك. فانت محتاجين النوع ده ليه؟ انت محتاج تبقى فعال. طول ما انت فعال في خط الهجوم في اللي قدامك بيبقى قلقان ليه؟ عارف ان انت عندك وحوش في الملعب. عندك سؤال اخير بس مش عارف صعب ولا لا، هل ممكن نحتاج ان الجهاز الفني يبقى عنده حساباته برضه انه عايز يريح بعض النجوم وعايز يريح مش في الماتش اللي جاي ده كي بلاير؟ ما انا هكمل مش الماتش ده سمعت وجهه نظر. طيب، بس لو فايلر بيفكر بحسابات احترافيه بحته، انه عنده النهارده الدوري هو متفوق فيه، وان عنده مجموعه لعيبه ممكن يريح منهم عناصر، وانه قادر في مجموعه اخرى قادر على الفوز على بيراميدز من وجهه نظره. طيب، هل اريح لعيبه انا معتمد عليهم ككي بلايرز في دوري الابطال ولا استهلكهم؟ لا باش الماتش ده يعني بص حياتك اي ماتش لو حتى ماتش بقاش الماتش ده، الماتش ده معلم مع جميع الاهلي الموسم اللي فات، فهم حاسين الماتش ده ليه وضع خاص، يمثل بطوله خاصه واللعيبه خاصه في بيراميدز، واللعيبه دول معاه في حجمهم قد ايه بالنسبه للاهلي. مفهوم مفهوم. بس فانا بتكلم في ده، بقاش الماتش ده يعني الماتش ده حضرتك عايز القوام الاساسي لقوه الفريق كلها، مش عايز يعني عايز تغيير في اضيق الحدود. عاوز اقول اللي حصل الموسم اللي فات ده كان هفوه وسقطه ولن تتكرر. بعد كده بقى تخسر من سلسله الايام ما احترمنا ليهم، خسر اي حد مش فارقه معايا الا بيراميدز. تمام، الاجابه اصلا بس
اسعدتنا وجودك معنا الناقد الرياضي الاهرام الاستاذ ممدوح فهمي. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك وجودك معنا. ربنا يخليك محمد. ربنا يخليك. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات الاهلي ليله. بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.